أهلا بكم زملائي مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتي المحلية والتي نستهلها بالشأن الاجتماعي، حيث يعيش خلوفي المدني بمدينة برج بوعريريج أمام محطة لتصفية المياه وسط حجارة يتستر بصفيحة من الحديد ومن برودة الليالي القاسية، ويبيت في العراء لقرابة سنة ويقتت من مساعدات المحسنين وأهل الخير. حسام الدين بن عثمان والتفاصيل. قولوا كيف كنت بكري عاد مدني، وش كنت تخدم؟ وش تنسف بلقش ادخل لعشام مدى عندي عام من رمضان تعام الأول هنا جيت حقروني في الكارتي اللي كنت نسكن فيه بعد الدار واللي جيت كنت هنا، قلت هكذا خير الوحش ولا الأذى، نحوس على السكنة ليش يعطيوا لي استديو ونخدم 8 سوايع كما المواطنين ونزوج، كنا القامرة نزوج بها.